السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه واخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وسعادة وسلامة دايما يا رب، في احسن حال وافضل حال دايما يا رب. اولا وحشتوني جدا جدا جدا، واعذروني على فترة تغيبي كل شوية، ولكن والله والله ربنا وحده اعلم انه بيبقى للظروف صعبة جدا جدا جدا، يعني صعبة على اي حد. وكده هنطلع لايف وهنتكلم فيها، هتكلم فيها معاكم علشان يكون درس، يعني زي ما انا خدت الدروس وتعلمتها انتوا كمان تاخدوا الدروس دي وتتعلموها. طيب خلينا النهاردة في الحكاية بتاعتنا. الحكاية بتاعتنا النهاردة صعبة جدا. الحكاية بتاعتنا النهاردة بنتكلم فيها عن زوجة وزوج، الاتنين كانوا بيحبوا بعض جدا واتجوزوا عن حب. اتجوزوا عن حب يعني مفيش اي مشاكل بينهم خالص ولا في اي حاجة، لكن بعد مرور سنتين تقريبا ثلاثة كانوا معاهم طفلتين. الطفلتين دول تقريبا سنتين، في عمر السنتين يبقى كان معاهم الطفلتين دول. بدأت هي تطلب الطلاق وتقول انا عايزة اتطلق، انا مش هقدر اكمل معاك، انا مش هينفع اعيش معاك. وهو ما كانش فاهم ايه السبب، عايزة تتطلقي ليه، ايه اللي حصل بينا، لكن ما كانش عندها اي رد تماما غير ان هي خلاص كرهت العيشة معاه وما بقتش عايزة تكمل. ليه؟ لان انت كلك عيوب وفيك عيوب كتير وفيك وفيك وفيك، لكن هو ما كانش شايف حاجة خالص فيها لانه كان بيحبها. فكانت كل دي كمان ما تيجي تروح لابوها علشان تشتكي له وتقول له انا زهقت، انا طهقت، انا خلاص تعبت، عايزة اتطلق. كان ابوها من الناس العاقلين جدا اللي ما كانش بيحب يجي ابدا على اولاد الناس، فكان دايما يقولها معلش استحملي وعيشي، معلش خليكي مع جوزك، احنا ما عندناش طلاق، ارجعي بيتك. المهم كان دايما يهديها ودايما يرفض ان هي تتطلق من جوزها لانه عارف ومتاكد ان جوزها ده بيحبها جدا. المهم من هنا لهنا كل ما تيجي تقول له عايزه اتطلق انا خلاص ما بقتش قادره اكمل معاك، كان هو عشان بيحبها وعشان مش عايز يهد بيت بمعنى ادق، كان بيقول لها لا مش هطلقك، طب بس هسيبك فتره تهدي وتستريحي واحنا ملناش على بعض واحنا 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 وطلاق، ما عنديش الطلاق. ولما كان يروح يقعد مع ابوها ويتكلم معاه كانوا يعني كان ما كانش بيلاقي استجابه بفكره الطلاق دي، ولا من يمته من يمه نفسه ولا من يمه ابوها. لحد ما البنت او الزوجه دي اختارت على طول طريق المحاكم من ورا والدها ومن ورا جوزها، وراحت رفعت قضيه خلع وللاسف كسبتها كالعاده. قضايا الخلع اصلا على طول كسبانه، كسبت قضيه الخلع دي فعلا وبدات عرض عليهم الامر وخلاص انا اتطلقت وخلاص انا كده خلاص انا هعيش لوحدي ومحدش ليه دعوه بيا. طبعا الموضوع كان صدمه كبيرة جدا بالنسبة للزوج اللي هو انا قلتلك انا هسيبك فترة وهرجع ليه، ان احنا ملناش على بعض، ازاي تطعنيني في ظهري كده فتروحي ترفعي دي تدخل او كمان تكسبيها وانتي عايشة في بيتي. كانت صدمة بالنسبة له ولكن حبه ليها ما قلش لحظة. تعالوا بقى من يمة باباها اللي رفض وجودها تماما ورفض عيشة بنته وعيالها معاه وقال لها اعملي حسابك انتي، لو انتي فاكرة نفسك اتطلقتي فهتيجي تعيشي في الشقة تاني معايا، انت ملكيش عيشه تاني معايا، انت كل اللي ليكي فلوس مصروف بتاع ده انا هبعتهولك كل شهر وشوفي مكان روحي عيشي فيه، انما عيشه تاني معايا مش هتعيشي. وده طبعا كان رد فعل صادم جدا من ابوها ليها. جوزها لما عرف كده او طليقها بقى لما عرف كده قال لها بصي انا مراعاه للعيش والملح اللي كانوا بينا ومراعاه للحب اللي جوايا ليكي ومراعاه لان انا عارف ان احنا مسير مرجوعنا تاني لبعض، انا هسيب لك الشقه تعيشي فيها انت والبنات ومش هدخلك محاكم ومش هدخل محاكم، شوفي مصاريفكم بتحتاجوها كام كل شهر وابعتها لك، كمان الحضانه والرؤيه والكلام ده كله انا مش هرفع قضايا ومش هسمح ان انت تخشي محاكم، شوفي تكوني اجازه فيه ويكون انا كمان اجازه واقدر اجي اشوف الولاد. المهم من هنا لهنا في البدايه طبعا ما كانتش راضيه وما كانتش موافقه وكانت قافله تماما من يمته خالص، لحد ما ربنا هداها شهر في التاني في التالت. المهم اتفقوا على يوم الجمعه ان ده اليوم المناسب اللي بيبقوا الاتنين اجازه فيه، ان هو يروح يعدي عليهم ياخد البنات يخرجوا سوا ويفسحهم ويشوف لهم طلباتهم، وهي كمان لو حبت تروح معاهم تروح مفيش اي مشكله خالص. والحياه مشيت على كده لفتره
لكن بعد كده جه في يوم من الايام كان المفروض ان هو كعادته بيروح يوم الجمعه علشان ياخدها وياخد البنات ويخرجوا ويتفسحوا سوا، لكن ما راحش اليوم ده، وجه راح يوم السبت اليوم اللي بعده على طول. اول ما وصل هناك فضل يخبط على الباب محدش رد، ندى على البواب قال له ده هم ما خرجوش حتى الصبح للمدرسه، في حاجه انا مش مستريح لها، انا حتى ما شفتكش امبارح ولا شفتهم خالص. الشك بدا يدق قلبه ويبقى مستغرب هو في ايه، ليه ما ظهروش امبارح طول اليوم والنهارده كمان البنات ما راحتش المدرسه. هنا كسر باب الشقه، لكن اول ما كسر باب الشقه كانت الصدمه اللي كان عمره ما ممكن يعني يتخيلها او تيجي في باله. دخل لقى مراته او طليقته والبنات الاثنين متخلص عليهم مذبوحين. طبعا كانت صدمة كبيرة جدا بالنسبة له. هنا على طول كان البواب راح بلغ الشرطة، الشرطة جت وبدأت تتفحص المكان كويس وتبدأ وبدأت تعمل البحث الجنائي بتاعها وتظبط دنيتها وتشوف الدنيا بتاعتها. لقوا ان كل حاجة مكانها ما عدا الموبايل بتاعها اللي ملقوهوش الموبايل بتاعها، وكمان كانت الادراج مفتوحة. معنى كده ان اللي كان داخل بدافع السرقه، مش داخل يقتل وخلاص، ممكن يكون كان داخل يسرق ولما لقاها ما في وشه دبحها، ولما لقى العيال صحوا دبحهم. طيب مين اول واحد الشك يروح له؟ كان جوزها طليقها، ده كان اول واحد الشك كان يدخل قلب رجال الشرطه من يمته. ليه؟ لانه هو الوحيد اللي ليه مصلحه في قتلها، لانها مش عايزه ترجع له ومش عايزه تكون معاه تاني. لكن هيقتل بناته؟ طب هي وهنقول خلاص، لكن بناته هيقتلهم؟ الحوار فيه حوار. بداوا يحققوا معاه جدا بس مفيش امل، هم مش قادرين يمسكوا عليه التكايه اللي ممكن يمسكوها على متهم. بدات التحقيقات تتوجه لابوها. غريبه قوي، لابوها ما ظهرش خالص كل الموضوع ده، وابوها ما جاش وما ظهرش وما سالش عنها وما فرقش معاه. هو ايه اللي حصل؟ هو في ايه؟ بداوا يروحوا لابوها بس كان رد فعله هو لوحده كل كده صدمه كبيره بالنسبه لرجال الشرطه. لهم بقول لكم ايه، دي لا بنتي ولا اعرفها ولا عايزه اعرفها، وشوفوا اي واحد ابن حلال يروح يدفنها، ويا ريت يدفنها في مقابر الصدقه. طبعا كان رد فعله غريب جدا بالنسبه لهم، وهنا بداوا يشكوا فيه جدا. يشكوا فيه ليه؟ لان الطب الشرعي لما جه يحلل الجثث بقى، او جه يحللهم هما الثلاثه، لقاها حامل. فاصبح كده قدامنا اتنين، يا اما طليقها ده اللي قتلها علشان خاطر بقى شرفه وعرضه وبتاع وازاي تبقى حامل ومش عارف انا مطلقك وكده، بس مش هيقتل بناته زي ما احنا قلنا، يا اما ابوها اللي اول ما عرف بالعار قتلها. لكن هيقتل احفاده؟ طب ليه وذنبهم ايه؟ كان الشك بينهم هما الاتنين رايح جاي عمال يودي في تفكير رجال الشرطة. ليه؟ ايه اللي يخليهم يقتلوا البنات حتى لو الام مذنبة؟ بدأوا ينزلوا يسألوا عليها في مكان شغلها، ما هي كانت شغالة كمان مدرسة. راحوا يسألوا عنها، لقوها حسنة السير والسلوك، وعمرها ما كلمت حد، وعمرها ما ضايقت حد، وعمرها ما كانت تعرف حد، يعني الدنيا كويسة. امال مين اللي ممكن يكون قتلها وقتل البنات؟ هنا يشاء السميع العليم بقى فجأة انه يكون عايز يظهر الحقيقة، ودي الحكمة كبيرة من عند ربنا سبحانه وتعالى. طليقها بيرن، يا حاج بنتك كان عندها لابتوب انا محتاجه. قال له بنتي ما كانش ليها هنا اي حاجة خالص، ممكن تكون في شقتها اللي كانت فيها. طبعا الشقه طبعا كانت متشمعه، بدا
يقدم طلب في اجراءات في بتاع، انا عايز اللابتوب بتاع طليقتي الله يرحمها وكده. سألوه ليه ايه اللي في اللابتوب ده، قال لهم والله اللابتوب ده كان عليه ذكرياتنا كلها، وانا اشتغلت لذكرياتنا، عايز اشوف بناتي وعايز استرجع ذكرياتي من على اللابتوب. طبعا هنا رجال الشرطة هي ما يعني الشك جواها ما كانش يطمعها خالص، لا هي كانت لسه بتشك في طليقها وبتشك في ابوها، ابو المتوفية دي. المهم اتحركت حملة معاه علشان يروحوا يشوفوا لو في حاجة، كان لازم هم الاول يطلعوا على اللابتوب ده ويشوفوا هو فين اصلا. احنا لما رحنا الاول عشان نعمل البحث بتاعنا والبحث الجنائي بتاعنا وتحركوا بتاع، ما كانش فيه لابتوب، كل اللي خدوا بالهم ان ما فيش ليها موبايل، الموبايل بتاعها مش لاقينه. راحوا فعلا الشقة وبدأوا فعلا يدوروا بس ما لقوش اللابتوب ده، لكن لقوا حاجة تانية اغرب من اللابتوب. لقوا فلاشة، تحت الكومودينو، والفلاشة دي كانت هي سر اللغز كله، هي كانت الحل، هي كانت كشف الجاني. لانهم اول ما خدوا الفلاشة دي وبدوا يشغلوها لقوا عليها مكالمات كتير متسجلة. لمين بقى؟ الزوجة كانت على علاقة بأحد سكان العمارة اللي هي ساكنة فيها، اللي كان متزوج ومعاه أولاد، كانت على علاقة بيه، فكان بينزل ويطلع لأنه كان معاه مفتاح من الشقة وكان بيدخل ويخرج براحته جدا، كانش في أي مشكلة. وطبعا هي كانت مدياله سير خطها وسير زيارات طليقها وأبوها وهكذا، مكالمات كتير متسجلة فيها تهديدات وفيها فيديوهات ليهم الاتنين مع بعض. ما هي اضطرت تسجل وتصور لما اكتشفت ان هي حامل، قالت له اعمل حسابك انا حاملة. لها ازاي الجنين ده لازم ينزل؟ قالت له لا، الجنين ده مش هينزل، طالما ربنا اراد ان انا احمل يبقى انا مش هعارض ارادة ربنا، واعمل حسابك انا بقول لك اهو من دلوقتي عشان في يوم من الايام الجنين ده هيتولد وهيبقى ابن ليك، فلازم تثبت نسبه. خناقات ومشاكل، فبدأت هي تخاف وتكش منه لحد ما بدأت تسجل له وتصور له وتحط كل ده على الفلاشة وتخبي الفلاشة تحت الكومودينو عشان تكون بعيدة عن أذهان أي حد. وهي دي كان السر وراء كشف اللغز ده. هو فعلا جابوه بدأوا يحققوا معاه، قال لهم انا فعلا كنت على علاقه بيها، واول ما قالت لي ان هي حامل بدات اتخانق معاها لانه ما ينفعش تبقى حامل وانا متجوز ومعايا اولاد، فهددتها مره واتنين وتلاته بس ما اعرفش ان هي كانت بتسجل لي وان هي كانت بتصورني. لحد في يوم من الايام ما قلت خلاص هي مش هتنزل الجنين يبقى انا لازم اخلص منها، وفعلا نزلت ليها في اليوم اللي كان المفروض طليقها يجي فيه وما جاش، عشان انا عارف ان هو كان هيجي تاني يوم منها برضه، فقلت انزل اخلص عليها ويبقى هو اللي يجي ويجي يدخل عليها فيلبس الجريمة فكده نخلص منهم الاثنين. ونزلت فعلا دخلت عليها وبسكينة قمت جاي مخلص عليها، لكن وانا خارج لقيت البنات صحيوا وشافوني. اول ما شافوني قلت لا خلاص كده مفيش مفر، لازم اخلص عليهم هم كمان عشان ما يكونش فيه دليل ورايا. ما اعرفش ان الدليل ممكن يكون في اللي في ايديكوا دي. خلصت على البنات وقفلت الباب ومسحت كل بصماتي وطلعت على شقتي كأن مفيش اي حاجة خالص، وفعلا طليقها جه ودخل وانا كنت عارف ان هو هيلبسها، لكن ربنا مرضش. الحقيقة القصة صعبة، تحسوها فيلم عربي، فيلم قديم، فيلم اتهرش كذا مرة، بس احنا ما بنتعلمش، لكل زوجة قررت تنفصلي عن زوجك ومعاكي اطفال، حاجة من اتنين،
يا تدي ابنائك اطفالك لاهلك يربوهم، يا تديهم لجوزك او طليقك يربيهم، دول عياله في الاول وفي الاخر، ده ابنه دي بنته. وانت اتجوزي لو عايزه تتجوزي وشوفي حياتك طالما انت اخترتي، يا تعيشي تصومي وتصلي على عيالك وبس، بلاش سكه الجواز العرفي اللي ممكن يمشي كده. خدوا بالكم ان الاخلاق ما بتتجزأش، ومش كون دي بنت يبقى ما ينفعش تغلط، عشان لو غلطت هتخسر عذريتها فكده هيبان انها غلطت، انما لو مدام وغلطت مش هيبان. الكلام ده غلط، الكلام ده والتفكير ده غلط، اتعلموا. وانا كمان يعني انا بتعلم وانتوا تعلموا واطفالنا تتعلم واجيالنا كلنا لازم نتعلم من الاخطاء اللي قبلينا وقعوا فيها واللي احنا كمان وقعنا فيها. مش عيب اننا نغلط، لكن العيب اننا نستمر في غلطنا. كانت معاكم المستشارة القانونية مينا سيد، وان شاء الله على لقاء اخر وفيديو جديد باذن الله. شكرا، سلام عليكم.